يا صباح الفل وصباح الرضا وصباح الامل وصباح التفاؤل وصباح كل حاجة حلوة عليكم احلى متابعين واخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى راجع لكم بفيديو جديد. عارفة ان انا اتأخرت عليكم، الفيديو ده متصور بصوا اخد مني تصوير 3 ايام، فقلت بقى النهاردة ايه افنش بقى كده الفيديو عشان انزله لكم. فقمت كده كل نشاط، قلت بقى ايه احضر كده فطار خفيف كده لنفسي، في كمان كلمتين عايزه اقوله لكم كده، حاجه عايزه اتكلم معاكم فيها. تمام، تعالوا الاول بس اقول لكم النهارده فطرت ايه. حته زبده كده يا بنات سيحتها في الطاسه تيفال، وجبت شريحتين من التوست وعليهم شريحتين من الجبنه سلايس. تمام، ورشيت فلفل وطماطم وسبتهم كده لغايه لما الجبنه تسيح، وغطيتهم يعني حطيتهم على النار وغطيتهم وسبت ايه لغايه ما الزبده لما الجبنه تسيح. تمام، والطماطم والفلفل يتبلوا خلاص. بعد كده بروح جايه لما الاقيهم ساحوا كده ودبلوا اروح جايه مغطياهم وقلبهم على الناحيه التانية واسيبهم بتاع دقيقه كده واطلعهم اقطعهم واكلهم، بيبقى طعمهم تحفه تحفه تحفه. ايه جربوها يا بنات خلاص، وهشرب كمان معاها كوبايه عصير كده ايه تمك. المهم يا بنات في حاجه كنت عايزه اقول لكم عليها، نسيب بقى كده ايه اول الفيديو كده شغال عشان انا قلت لكم انا بعمل ايه ونتكلم فيها. بصوا انا لما بنزل لكم فيديو والله العظيم الفيديو اللي انتوا بتشوفوه 10 دقايق 15 دقيقه ايا كان وقته بيكون من اصل تصوير يوم يومين، يعني الفيديو ده يا بنات بصوا 13 دقيقه ونص من اصل تصوير 3 ايام. طبعا بمنتج وبطلع الغلطات وفي حاجات بعيدها، المهم والله العظيم انا بتعب في الفيديوهات بتاعتي، ويمكن اللي عنده قناه بيتفرج عليا عارف قد ايه شغل اليوتيوب متعب جدا. تمام، فببقى محتاجه كلمه حلوه منكم تشجعني ان انا اكمل وتشجعني ان انا دايما ادور على افكار جديده وانزلها خلاص. فبستنى تعليقاتكم دايما الحلوه كده. المهم في كده حد مش عارفة انا يعني انا مش عاجباها فبتتفرج عليا ليه. تمام، كتبت لي تعليق انا اخده منه سكرين شوت هينزل لكم دلوقتي، او مش عارفة هحط يعني السكرين ولا لا، المهم شوفوا انتوا التعليق بنفسكم، لو ما لقيتوش يبقى صاحبة التعليق مسحته. تجديد المطبخ الجزء الثاني كتبت لي كام خلاص اتقالت في الفيديو، يعني ايه مش عاجبها كلمه خلاص ان انا قلت خلاص كذا مره. بص بقى هي ايه مركزه في ايه وسايبه محتوى الفيديو. فانا رديت عليها بكل ادب قلت لها ما تنكريش ان الفيديو حلو وعاجب ناس كتير. على العموم شكرا لذوقك وتعليقك الجميل، نورتيني يا قمر. خلاص، بعد كده فيديو تاني مش فاكره كان فيديو ايه وكان من كام يوم، قالت لي هي خلاص اتبدلت بتمام، كام تمام اتقالت للفيديو. يا نهارك ابيض، هو انتي خلاص مش لاقي حاجه تعمليها مركزه في الكلام اللي بيتكرر مني غصب عني كذا مره، هو في ايه يعني ركزي في محتوى الفيديو. فانا قلت لها مزعله نفسك ومضيعه وقتك ليه وبتتفرجي على قناتي ليه، ركزي في محتوى الفيديو اهم وافيد من اللي بتركزي فيه ونورتيني. انا في المرتين رديت بادب وباحترام وبذوق. تمام، بس انا من بعد التعليق ده انا قررت انا مش هرد على اي تعليقات سلبيه ولا هرد على النوعيات من التعليقات دي بجد خلاص. انا مش عارفه يعني انت مزعله نفسك ليه، عندك مليون مليون ايه، عندك مليار قناه، كام مليار قناه تتفرجي عليها غير كراكيب نهله. انت شايفه ان انا بكرر الكلام كذا مره وكده حاجه ممله قوي ومقززه بالنسبه لك، خلاص ما تتفرجيش. اتفرجتي في مره وانتقدتيني وخلاص عدينا الموضوع وخلصت خلاص. بعد كده لقيتي فيديو تاني ما تدخليش تتفرجي عليه، انت كده مش بتدخلي تتفرجي على الفيديو، انت كده بتدخلي عشان تعدي الكلمات اللي انا بكررها وتنتقديني وتكتبي. فمعلش انت مش من قنوات النقد اللي هي بتنقد اي يوتيوبر، فانت ليه داخله تعملي كده يعني، ما تضيعيش وقتك. ده ايه اللي انا كنت عايزه اقوله لكم يا بنات، وانا بوجهت لها رساله ما تضيعيش وقتك في القناه بتاعتي. خلاص نرجع بقى المرجوع الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا يا بنات انا اتاخرت عليكم فيه، انا بصوره بقالي فعلا 3 ايام، في مشكله حصلت معايا اثناء التصوير هقول لكم دلوقتي عليها.
خلاص بصي، انا كنا كنت خلاص خلصت الفطار بتاعي وعملت اهو، عملت كوبايه عصير زي ما قلت لكم، وقطعت كده التوست واكلته. بعد طبعا ما فطرت قلت بقى اروح اشوف الفيديو بتاعي. هنا بقى كنت لما الكراكيب بتاعتي، اخده كده شويه حاجات من الكراكيب بتاعتي زي ما انتوا شايفين، قطعه الخشب دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو المشتريات، تمام، وكنا جايبين معاها برضو عود خشب هنستخدمه برضو النهارده. جبت لها برضو صنفرة. طبعا الفيديو بتاع الازازة ده هينزل الفيديو اللي جاي، تمام، هتنزل الفيديو مش اللي هو ده اللي بعد ده، يعني هينزل 3 افكار حلوين جدا. الفيديو ده هو هينزل فيه فكرة واحدة بس، يعني كل الكراكيب دي انا هطلع فيها فكرة واحدة. هنا بقى يا بنات الفوانيس دي، الفانوس ده والفانوس الاصفر التاني، انا هغير اللون بتاعهم دلوقتي عشان هستخدمه برضو في نفس الفكرة. يعني تخيلي الكراكيب دي كلها انا هدخلها في فكرة واحدة. هنا كان عندي سرية النور دي كنت شايلاها في علبتها من رمضان طلعتها برضو، وعندي حبال الخيش برضو هستخدمها هي في نفس الفكرة، تمام. وهقول لكم بقى ايه هنعمل ايه بالتفصيل. اول حاجة بقى مسكتها كده شلت الازاز بتاع الفانوس الاسود، لكن الفانوس الصغير ده فيه زي قطعة بلاستيك كده فشلتها. شلت كمان الدايرة دي عايزاها محتاجاها بس مش للفانوس، لحاجة تانية بس برضو في نفس الفكرة، تمام. بصوا هنا مفهوش ازاز بس في حاجة بلاستيك كده فشلتها مش محتاجاها، وزي ما انتم شايفين هنا مصدي فصنفرت كده عشان لو في حاجات كده متقشرة تنزل على طول. الفانوس بقى ده هنا في ازاز، بصوا كده لما نيجي نفتحه من جوه هنلاقي الازاز، بصوا عليه زي حروف كده هوت حديد، تمام، بتشيليها كده بحرف مفك بالراحه عشان الازاز ما يتكسرش، بتطلع بكل سهوله. وانا وطبعا بصوا زي ما انتم شايفين في تراب، هنضف فرشه كده صغيره وايه هرش. بالفعل كنت رشيتهم وسبتهم لغايه لما ينشفوا، تمام. هنا بقى قطعه الخشب دي ظهرت فيها عيب للاسف، ورجعت للراجل اللي انا اشتريتها منه، بس طلع صراحه الغلطه مش من عند الراجل بامانه، يعني الغلطه من عندي انا. انا عملت ايه، شايفين النقط السوداء دي، انا خدت الخشبه دي وشلتها زي ما هي في الكيس لما اشتريتها، تمام. اللي حصل ايه، ان الخشبه اتنفست او زي ما تقولوا عرقت كده، طلعت بخار فعملت العفونه او النقط السوداء دي، واستحاله طبعا ان هي تطلع. انا اعتقدت ان هي لما مثلا اصنفرها تطلع، بس هي كانت مسكت في الخشب كله. فالراجل قال لي طالما انا هدهنها فلوت مش هيأثر فيها خلاص بعد كده ولا هتزيد، وقال لي ان قطع الخشب دي لما اشتريها بعد كده ان انا اخرجها على طول في الهواء او في الشمس، ما اكتمهاش في كيس، تمام. هنا بقى يا بنات بعد ما صنفرت ونضفت قطعه الخشب خلاص، نقرت كده بالشنيور عشان اثبت العود اللي احنا كنا جايبينه برده في فيديو المشتريات بالغراء الابيض. وهنا بقى كانت المشكله اللي اخرت الفيديو وخلتني مستنيه 3 ايام وانا بصوره. ليه؟ بعد ما عملته هنا بالغير الابيض طلع ان هو مش متين خالص، مش هينفع يتسبك كده، عايز دعيمه مسمار كده من تحت، وانا طبعا مش هينفع اعمله مسمار من القاعده عشان يدخل في العود. فكنت المفروض ان انا وديته عند نجار يعمله لي، بس انا الحمد لله لقيت فكره واتصرفت. انا قلت لكم عشان ما تتغلطوش غلطتي، تمام. فهتشوفوا دلوقتي انا عملت فيه ايه عشان اثبته. اول حاجه بقى كده بنيت الاول، بدات ان انا ادهن قطعه الخشب دي بالورنيش. اول مره استخدم الفلوت اللي هو بتاع باكين، انا دايما متعوده على جي ال سي. جي ال سي ورنيش زجاجي بيكون سميك وتقيل لدرجه ان احنا بنخففه بالنفط، تمام، لكن الباكين ما بيحتاجش يتخفف، هو متخفف لوحده. هنا انا كنت اديت وشين، لقيت نفسي هحتاج وش تالت، تمام، فقلت بعد بقى ما اخلص الفكره بتاعتي خالص هبقى اديله ايه الوش التالت، تمام. بس قلت لازم اشوف حل الاول قبل ما ادي الوش التالت للايه لعود الخشب. عملت له دعامه كده من زاويه حديد، تمام. الزاويه الحديد دي يا بنات بتتباع عند الموان عادي جدا، دي سعر واحده 5 جنيه لو انت حابه ان انت تثبتيها بنفسك في البيت. طريقتها سهله جدا، تثبتي مره في العود ومره ايه في قاعده الخشب. وبدات ان انا ادهن ايه الوش التالت. بعد كده بقى لقيت ان الزاويه الحديد دي شكلها كده مش حلو، عملت ايه غلفتها بالستيكر الخشب، تمام، وما بنتش هتشوفوها دلوقتي. هنا بقى كنت لما مصاميري وكراكيبي، شايفين الميداليه دي الحديد بتاعها من فوق اللي هي الدوائر دي قوي جدا، مش زي الميداليه بتاعت المفاتيح دي. كانت في ايه، كان عندي بوك كده هوريكم شكله اهو، كانت فيه كده من الجنب، فطلعتها ورشتها باللون الابيض، تمام.
وكمان كان معايا الدايره اللي شلناها من الفانوس الاصفر او الاخضر اللي كان في اول الفيديو، وكمان شنكلين كده كل دول رشيتهم بالابيض، وهقول لكم ليه. هنا كنت بوريكم ان الزاويه الحديد او الحته الحديد دي انا غلفتها بالستيكر الخشبي، وبجد ما بقتش باين. ادي الفانوسين غيرت اللون بتاعهم وما رجعتش الازاز في الفانوس اللي كان اسود، سبته بصراحه كده وهحطه هنا. وهنا درى معايا النقط السوداء اللي كانت ظاهره اصلا في اول الفيديو، تمام. بعد كده بقى عملت الاتنين ياقطين التحفه القمر دول اللي ان شاء الله هينزلوا ان شاء الله برضو الفيديو اللي جاي. عملت دول، بس انا خدت بما ان الفكره خشبي كده في ابيض، خدت الياقطين اللي هو بالخيش، تمام. وهي الحاجات بقى كراكيب الصغنطوطه دي اهي اللي انا رشيتها باللون الابيض. طبعا الاتنين هوك دول او الشنكلين دول، واحد هيتثبت في الشجره وواحد هيتثبت في الفكره الرئيسيه بتاعتنا، تمام. هنا اهو ثبته في الشجره، تمام. والتاني بقى اللي هو ده هقول لكم دلوقتي هثبته في ايه، والدايره الحديد والميداليه الصغيره دي انا هستخدمها في ايه. دي ساعه، دي صراحه ما كانتش موجوده عندي، دي انا لسه شارياها ب75 جنيه، تمام. دي التعليقه بتاعتها كده من ورا، بس تعليقتها ما ظبطتش معايا، فبصوا شايفين جيت عند رقم 12 كده كده من النص من فوق، عشان ده كده النص بتاع الساعه، وبدات ان انا اخرمه كده بالشنكل ده، مسمار الشنكل ده، تمام. وحطيته كده عكس الشنكل التاني، هتشوفوا دلوقتي عشان اعرف اعلقه فيها. شايفين دي هعمل معاكم دلوقتي ساعه حلوه جدا، بتتباع غاليه جدا جدا في المحلات. وحطيت الدايره كده اللي هي كانت في الفانوس الاصفر، وكمان حطيت الميداليه الصغنططه دي تدي اللي هي كانت في البوك بتاعي، ادت شكل كده حلو. ايه رايكم؟ هنا بقى يا بنات طبعا احكموا على شكلها في الاخر. هنا بقى السريه بتاعت النور هدخلها في الفانوسين، الفانوس الكبير والفانوس الصغير، تمام، عشان يدي اضاءه كده في الساعه من تحت، ويكون شكلها حلو مع اليقطين كده وكلها على بعضها. بما ان بقى الفكره خشبي ويقطين على خيش، قلت بقى اجيب حبال الخيش والفها على العود. وهنا كنت مفروض لفتها في الاول، تمام، بس مش مشكله لفتها اهو. بعد كده بقى العود كده من فوق لقيته كده تحس ان هي قرعه كده محتاجه حاجه، فالخشب الصغنن ده جبتها برضو صنفرتها، بس ما دهنتهاش هنا فلوت، سبتها كده على شكلها خلاص، بس الحمد لله دي ما فيهاش اي عيوب. ولزقتها على العود من فوق باستخدام مسدس الشمع، بتبقى قويه جدا. هنا الشمعه الفواحه دي مش بنورها، بسيبها كده زينه، تمام. حطيتها كده من فوق يا بنات، وحطيت السبحه الخشبي بتاعه الديكور زي ما انتم شايفين، وشكلها حلو. طبعا هنا الساعه واقفه لان هي عايزه حجاره، فهجيب لها حجاره وابقى اشغلها. غيرت بس هنا مكانها عشان اوريكم يا بنات لما بتنور قد ايه شكلها حلو جدا. قسما بالله التصوير ظالمها بجد، والله العظيم زي ما اقول لكم كده التصوير ظالمها بجد. عايزه اقول لكم انا عملت بيج ليه، لا مش هقول لكم عملت بيج ليه، انتوا خلال الفيديوهات اللي جايه في ديكور هنغيره في الريسبشن مع بعض، هدخل فيه اللون البيج ان شاء الله هيعجبكم، فمش هحرق الفيديوهات اللي جايه. المهم اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الساعه بتاعت النهارده. الساعه بتاعت النهارده دي يعني ممكن اكون انا اول قناه مصريه تنفذ الفكره، لان انا الفكره دي مش شفتهاش في اي قناه مصريه خالص، بس شفتها في قنوات اجنبيه كتير. شير بقى عشان الفكره توصل للناس كتير. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، مع السلامه.